أحبت فرجمت بالحجارة حتى الموت. سامحني. بين الشرع وحقوق الإنسان سؤال والد الضحية. بعد 14 سنة على أنجابها، أم لبنانية بتتحول من أنثى إلى ذكر. كيف صارت ريم كريم؟ ما قادر أعمل شيء لأنه هويتي بنت وأنا رجال. احكي جالس بيسرق الضمان الاجتماعي على عينك يا تاجر، بشو رح نعترف وشو شفنا؟ استنفار طاقم طبي، قصة انتصار على الموت، وعملية جراحية رح تنعمل مباشرة على الهواء. ليش تزلطت مريم كلينك؟ شو قصة السوتيان؟ وليش بتطل بحكي جالس؟ لو ايه بتزلط؟ وين المشهد؟ حكي جالس مع جو معلوف، تنين 10 لتلت المساء على الـ LBCI والـ LBC.